السلام عليك. في سؤال، انا كمهندس معماري لسه فريش، هل في باص معينه المفروض ابدا بيها عشان اتعلم البيم صح؟ اول حاجه خلي نفسك قوي في التكنيكال، تمام. تاني حاجه تابع الناس القويه، مش في البيم، في المعماري، تابعهم وافهم النظريات وافهم الحاجات اللي المدارس المعماريه، قوي نفسك على قد ما تقدر. بعد كده ابدا اتعلم برنامج من برامج البيم. لو اتعلمت اركيكاد، ريفيت، هتبقى تقدر تفهم اي برنامج بعد كده. فركز على برنامج معين، حاول تتعلم ازاي تتعامل مع الفريق، دي حاجة مهمة جدا. يعني ممكن تكون بتعرف تشتغل لوحدك لكن مع فريق مش عارف، فكل برنامج بيبقى ليه ادوات عشان تقدر تتعامل مع فريق. اتعلم ازاي تعمل ريندر، لو البرنامج اللي اخترته ما بيعملش ريندر كويس دور على برنامج تاني مساعد، يعني خليك في نفس البرنامج بس دور على برنامج يعمل لك الريندر اللي انت عايزه، تمام. لو انت مطلوب منك ديتيلز معينه والبرنامج ما بيعرفش يعمل الديتيلز دي، دور على برنامج. انت مش مرتبط بالبرنامج، انت مرتبط بالناتج النهائي، فممكن تتعلم كذا برنامج يعمل لك الحاجه الاخيره اللي انت عايزها. يعني البيم الريفت مثلا عمل لك الموديل، بس في جزئيه معينه مش عارف يعملها، فانا بدور على برنامج تاني يعمل لي الجزئيه دي. هروح للبرنامج ده مش هتعلمه كله، هتعلم الجزئيه بس اللي ناقصه.